أول شيء أضفنا البصل، الكاتشب ودبس الرمان وعصير الليمون والملح والفلفل، خلطناهم مع بعض، أضفنا الخيار والبندورة، أضفنا فليفلة حمراء وخضراء، أضفنا الرمان والنعنع، وآخر شيء أضفنا الباذنجان المقلي أو المشوي حسب ما بتحبوا أنتوا. تبلناها مع بعضها وقدمناها وصحتين وألف عافية. 3 حبات باذنجان مقطع مقلي أو مشوي، حبة فلفل أحمر وأخضر، بصلة، بندورة مقطعة، خيار، حب الرمان، وكمان بدنا كاتشب، دبس الرمان، زيت زيتون وملح وفلفل وشوية من عصير الليمون. طبعا أنا اليوم عامل كميات جدا كبيرة، فأنتوا إذا بتتبعوا يعني المواصفات أو الوصفة بتطلع معكم 100%. هاي عندنا هالبصل المقطع إلى شرائح، ومنضيف يا أبو طه المحترم كاتشب، ودبس الرمان، وكمان زيت الزيتون، بدنا نضيف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، ونبدأ نضيف الخضار اللي عندي. طبعا عندي هون الباذنجان شوي شوي، شايف يا سمير؟ تمام، شوي صحي. أوكي صحي 100%. أعرفك بالموضوع الصحي حدي. هاي فليفلة خضراء، قلبنا موضوع الصحي. وهي فليفلة حمراء. مبدئيا نبدأ نخلط مع بعض، نحط الآن هالباذنجان المشوي أو المقلي اللي واضح أنها زاكي وجوسي، جوسي وزاكي، يعني نسويها مثلا وتركها مثلا هيك ساعتين زمان. هاي من السلطات اللي تنترك يعني. بتنترك يعني يعني لا تستعجل. شايف السلطة شو ألوانها؟ يعني عليك، وشو فيها نكهات يعني قصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بدنا بالله غلبة بس يا حبيبي أبو طه، الله يرضى عليك. تفضل. شكرا يا أبو طه. بسم الله. بعديها الله بنحط النعناعات. وين تعشم ريحة النعناع على السلطة؟ قصة قصة يا معلم. يا عيني يا عيني. شوية رمان هيك بناخذهم كمان. الله الله.